نستطيع أن نقول أن نسبة الالتزام عالية جدا داخل المخيم، وعلى الرغم من أن هذا الحظر، هذا العزل وهذا الحظر يمنع خلاله على المواطنين الخروج، أو ليس فقط داخل وخارج المخيم بل من منازلهم، ورصد التزاما كبيرا. كانت هناك أيضا سيارة دفاع مدني أخذت إحدى الحالات المرضية، هناك تصريح أعطيت للحالات المرضية لمثلا غسيل الكلى، لحالات الولادة وإلى آخره، معروفة طبعا لدى المتصرفية ولدى المحافظة كذلك الأمر. معنا الآن عطوفة متصرف لواء عين الباشا الدكتور حاكم الخرشة. دكتور يعطيكم العافية ونشكرك على الرغم من الوضع الصحي على تلبية هذا اللقاء. سيدي الكريم، سجل الالتزام كبير وبدأنا منذ 3 ساعات، هل سيستمر الحظر الشامل على وضعه أم أننا سوف نعطي للمواطنين فسحة أو ساعات خلال الأيام القادمة؟ هل هناك توجه لهذا الأمر؟ صباح الخير أخي إسماعيل والأخوان المشاهدين. إحنا بناء على قرار إغلاق مخيم البقعة وعزله كاملا بتمام الساعة 6 صباحا قمنا بإغلاق المخيم كامل. إحنا الآن الحمد لله أن 3 ساعات قبل شوي قمت بجولة داخل المخيم، الحمد لله نسبة الالتزام يعني تكاد تكون عالية جدا. هذا يعود إلى وعي مواطننا، احنا بنعول على المواطن دائما، بنقول مواطننا هو الركيزة الأساسية في نجاح أي مبادرة وأي مهمة. الآن احنا بنطبق اليوم القرار، وبكرة كمان بنتابع شو بيجينا تغذية راجعة من الإخوان من الشؤون الفلسطينية ولجنة الخدمات، وبنرفع للقادة والمسؤولين ونشوف إذا في إمكانية إنه والله إذا في بعض المناطق بحاجة لتزويد بعض الغاز أو الخبز أو أي شيء آخر، فإحنا إن شاء الله يعني إحنا نرفع كل شيء والأمور مرنة. يعني الهدف من الغلق أخي إسماعيل هو مش يعني نمنع الناس من الخروج، لكن هو إحنا تعرف إنه إحنا الفترة الأخيرة لواء الباشا سجل على أرقام عالية، ومخيم البقعة تقريبا 250 حالة، لا والله امبارح كمان زاد كمان الرقم ل 66. نعم، فهذا الرقم بقلقنا وفي مؤشرات وبائية. فالهدف من هذا الغلق هو انه نقطع سلسلة العدوى ونحافظ على انه والله ارقامنا تكون متدنية. فاحنا ما عندنا مشكلة، احنا موجودين بالميدان، يعني اي فيدباك بيجينا من الاخوان من داخل من الشؤون الفلسطينيه او من لجنه الخدمات او المواطنين نفسهم، يعني اي معلومه تجينا، اي ملاحظه تجينا نرفعها وان شاء الله ما نقصر معهم. يعني اذا حتى هذه اللحظه لا يوجد اي قرار لفتح مثلا المحال او الى اخره، ولجنه الخدمات هي المسؤوله بتوصيل الامور اللوجستيه والخدميه للمواطنين، لكن هل تكفي هذه الجهود؟ نتكلم اليوم عن عشرات بل مئات الالاف داخل هذه البقعه الجغرافيه الصغيره، هل تكفي لجنه او جهود لجنه الخدمات، خدمات المخيم والشؤون الفلسطينيه لتلبيه كافه المتطلبات؟ سيدي احنا لما طلع قرار الاغلاق كان في 2 مهله للاخوان المواطنين يتزودوا بالمواد الاساسيه، ومع ذلك يعني امبارح علمني رئيس لجنة الخدمات انه وفر حوالي 500 طرد بيوزعوا على عائلات المعروفة لديهم. واي شخص يعني احنا بنقول اي مبادرة بتخدم الاخوان داخل المخيم احنا ان شاء الله ما نقصر معهم فيها. اخيرا وسريعا نتكلم عن فرق التقصي الوبائي، هل ستدخل وتستمر باخذ العينات؟ نعم سيدي، احنا اعطينا تصريح لفرق التقصي الوبائي تدخل المخيم تاخذ عينات، وبالاضافة الى انه اعطينا بعض التصريح القليلة جدا للمرأة الممرضين والكادر الطبي اللي يعمل في مستشفى أمير حسين أو مستشفى السلط حتى الإسدام في العمل. يعني إحنا هدفنا قللنا العدد لأنه إحنا عارفين إنه إحنا الغلق اللي صار داخل المخيم بناء على عدوى، ما بدنا إحنا كمان يطلع شخص يكون مصاب لا سمح الله ينقل عدوى خارج المخيم. والآن إحنا فرق التخصي من الصباح دخلت للمخيم وتقوم مهامها ومتابعة من قبلنا من قبل مديرية الصحة.